تعالى اقول لك ازاي تاكل احلى وارخص اكل السمك هنا في اسكندريه. الموضوع بسيط جدا، بتيجي هنا السوق الشعبي بتاع الاسكندرانيه، بتبدا تنقي السمك بتاعك من محلات السمك الكتير اللي ورايا ديت او من المكان اللي احنا بنسوي فيه دوت، وبتبدا تديه للرجاله هنا ورايا علشان ينضفوه ويبداوا يسووه. اسكندرية واحدة من أهم المدن الساحلية اللي بتعتبر الأقرب للقاهرة ومحافظات تانية كتير، واللي بتعتبر مدينة ساحلية بتقضي فيها مصيفك أو على الأقل أو رحلة اليوم الواحد، وده الأفضل بالنسبة لي. اسكندرية بتكون أحلى وأجمل في الشتاء وقبل الصيف، قبل زحمة الصيف يعني. ومن أحلى الحاجات اللي ممكن تعملها في اسكندرية هي أكلة السمك، يوم كامل بتروح وبتقضيه هناك وبتستمتع بيه، ويكون كفاية جدا خاصة لو بعيد عن زحمة الصيف. كنا عملنا قبل كده حلقة كاملة عن أكل الشارع في اسكندرية، وقلنا لكم على أسواق السمك في اسكندرية. النهاردة هنقول لكم ازاي تشتري السمك من السوق لحد ما تسويه وتاكله كمان على البحر. المكان سوق الميدان هنا في اسكندرية، واللي بتبدأ تدخله من الشارع ده هتلاقي قدام السوق شاطئ بحري المميز ده اللي هنرجع له تاني علشان ناكل فيه. بتبدأ تدخل الشارع من هنا وبعد شوية هتلاقي السوق واللي فيه كل حاجة، وطبعا منهم السمك. خد لك لفة واعرف الاسعار وحاول تشوف السمك الفريش واشتريه بسعر كويس. السوق هتلاقي اماكن كتير لتسوية السمك، انا دايما بتعامل مع الناس ديت، باقي المحلات كويسة لكن هو تعود، عندهم كل طرق التسوية سواء على الجريل او طواجن داخل الفرن. هنا المرحلة الاخيرة وهي اللي بيستوي فيها السمك بعد ما بيتنضف جوه، وبعد ما بتشتري طبعا من اي مكان في السوق هنا او من عند الناس ديت اللي هم كده كده عندهم سمك هنا. واي احتياجات تانية من رز او سلطات هتلاقيها هنا موجودة. حاليا احنا جبنا سمك بعد ما استوى، نبدأ نتحرك ونروح لأقرب شاطئ موجود هنا عشان ناكل فيه. بعد ما بتخرج من الشارع اللي جنب مطعم قدوره اللي جنب دوت واللي كان جواه السوق اللي سوينا فيه السمك او نقيناه، بعد كده بتيجي هنا بتلاقي الشاطئ اللي بنبدا ندخله، وهو شاطئ بحري المميز للعائلات. السلام عليكم. يلا بقى. ده الشاطئ لو هتقعد على البحر مباشر بتدفع تذكره الدخول للفرد ب 15 جنيه. دايما في اعتقادي ان البحر هو احلى مكان موجود ربنا خلقه على وجه الارض. حاليا احنا في بحر اسكندريه، جينا هنا بعد ما جبنا السمك عشان نبدا نقعد وناكل. طيب اشمعنى الشاطئ ده؟ الشاطئ ده بيعتبر اقرب شاطئ للمنطقه اللي فيها السوق اللي بنجيب منها الاسماك، ثانيا اغلب الوقت لو انت خارج كده كده الصيف بيكون فاضي زي ما حضراتكم شايفين، والمساحه بتاعته كويسه جدا. في مكان طبعا ورايا هنا لو محتاج ان انت تنزل البحر، وفي كافيه هنا كمان موجود فيه كل المشروبات واي حاجه ممكن تحتاجها هتلاقيها موجوده فيه. هنا الشباب بتبدا ترص لك القعده ديت وتبدا تقعد وتبدا تحط الاسماك بتاعتك وتبدا تاكل الاكل، وبعد كده بتقعد شويه لو محتاج تشتغل على لاب او انك تقعد وتستجم مع منظر البحر حسب ما انت عايز يعني. الكافيه اللي في الداخل تقدر تدخله من غير تذاكر وتطلب مشروبات افضل ما تدفع تذاكر. الفيو فيه رائع جدا وبتقدر تقعد تاكل وبعدها بتشرب اي حاجه محتاجها وبعدها تكمل يومك عادي. الناس هنا لطيفه في التعامل والمكان هادي، لكن حاجه مهمه بخصوص تجربه السمك بالكامل، احنا هنا بنتكلم عن اسعار معقوله ومستوى جيد في محل في سوق شعبي. لو في امكانيه ومحتاج تاكل في مطعم مستوى اعلى عندك قدوره او فيش ماركت او اماكن تانية كتير من اللي فاتورتهم بتكون بالالافات، واللي هنحاول ان شاء الله في اي زيارات ان احنا نصور فيهم. كمان لو حابب حاجه كده ميكس ما بين السوق الشعبي ومستوى الخمس نجوم والفنادق، تقدروا تتفرجوا على حلقه سوق السمك في بورسعيد ومطعم بتاع سمك، الحلقه هتلاقوها موجوده على القناه، تقدروا تتفرجوا عليها هتعجبكم جدا، واللي بيعتبر افضل مكان ممكن تاكل فيه سمك باسعار السوق العاديه لكن بمستوى الخمس نجوم. لا
لحد هنا حلقه النهارده. ده هي كانت حلقه خفيفه ما كانش فيها تفاصيل كتيره. اتمنى طبعا الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم الحلقه اللي جايه. سلام.